للمتابعة ينضم إلينا من غزة سيد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد محمود، ما الذي انتظرتموه من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولم تسمعوا؟ نعم، كنا ننتظر أن يؤكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة التزامه بتطبيق ما جاء في قرارات المجلسين المركزيين والمجلس الوطني الفلسطيني الأخير من وقف أي علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني والالتزام باتفاقية باريس الاقتصادية ومواجهة كل السياسات الإسرائيلية والأمريكية التي تعادي كل حقوق الشعب الفلسطيني. كنا نتوقع أن يكون هناك قرارات حازمة بالإعلان عن وقف الالتزام باتفاقيات أوسلو وعدم التعامل مع أي نتائج نتجت عنها، وخاصة أن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يلتزمون بهذه الاتفاقيات. كنا نتوقع أن يجري مباشرة الطلب من الأمم المتحدة بتقديم طلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وأيضا يعني كنا نتوقع أن لا يتم عرض القضايا الداخلية الفلسطينية من خلاف داخلي سياسي وانقسام، وبالتالي هذا الموضوع داخلي فلسطين يجري معالجته داخلية التي طرحت فيها هذه الجمعية. كيف تفسرون لهجة اللين التي استخدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، ولهجة الشدة والحزم فيما يتعلق بالوضع الداخلي لغزة؟ وهذا ما تحدث عنه، يعني هذا انتقاد أيضا ظهر في بيان التيار الإصلاحي لحركة فتح. يعني نحن لا نرى أنه بالضرورة بمكان أن يجري طرح القضايا الداخلية الفلسطينية وخاصة بهذه الحدية، وكأنه يريد أن يشهد العالم بأن أي إجراءات قادمة على قطاع غزة هي أمر طبيعي. لا نرى أي رئيس دولة قدم خطابا التفت أو تقدم بنقاش للوضع الداخلي في بلده، وكان من الأجدى أن يجري التركيز على قضايا تتعلق بالاحتلال وممارساته القمعية والإرهابية سيد محمود ضد شعبنا الفلسطيني، تماما كما كان الخان الأحمر بمواجهة يعني الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة. اليوم هناك 4 شهداء ومئات الجرحى، كان من الأجدى أن يجري التركيز على هذا الإرهاب المنظم يعني الذي أصبحوا خمسة سلطات الاحتلال خمسة في قطاع غزة شهداء. في آخر حصيلة للشهداء في غزة 5 شهداء فلسطينيين اليوم في مسيرات انتفاضة الأقصى. أعود إلى موضوعنا، برأيك سيد محمود ما هو أهم ما خرجت به فلسطين والقضية الفلسطينية من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام؟ يعني أنا لا أرى أن يعني لم يكن هناك أكثر من عرض المظلومية الفلسطينية أمام دول العالم وعرض القضايا التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هذا جيد، ولكن ما هي النتائج العملية التي يمكن أن تترتب على ذلك؟ ما هي التعهدات أو الالتزامات التي يمكن أن تضمن الضغط على الاحتلال من خلال الأمم المتحدة للعزوف عن هذا الإرهاب المنظم الذي يجري القيام به؟ على الأقل أن يجري هناك الإعلان من قبل الرئيس للانضمام إلى كل المؤسسات الدولية التي تعهدت فلسطين بالعدم الانضمام إليها في ما قبل الطلب بعضوية الأمم المتحدة والحصول على عضوية مراقبة بالاتفاق مع الأمم المتحدة. هذه مسألة يعني يجب إعادة النظر بها. من غزة محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لك.